صباح النور رولا. ينعاد عليك دكتور، ان شاء الله دايما مدلك منورنا. وعليك يا رولا، وتكون سنه خير. سنه خير عليك وعلى كل مشاهدي الفيوتشر تي في وكل الناس يا رب. ثانك يو رولا. انا معك بدي احيي ضيوفنا، ولكن بدي اقول اول شيء النجاح بيعملوا تقاطع ارادتين، اراده اكاديمي جعلت من المعايير الانسانيه ومعايير الكفاءه اولويه، وتبنت اشخاص عندهم حاجات خاصه، اشخاص عم بتضج فيهم المواهب وشغفهم وحبهم للرقص والفن. انا بدي احيي مسيو الي سوير. اهلا وسهلا فيك مسيو الي. موجود حضرتك سهلا. مدير اكاديمي دنور دي ميوز اللي بدي احييها من كل قلبي. ميرسي. وفعلا انا بدي احيي هالروح الانسانيه اللي فيكم اللي عم بتشاع دائما، واللي دائما عم تعملوا هالنجاحات مثل ما قلت، لانه على قد عندكم الروح الانسانيه وعلى قد بتراهنوا ومؤمنين بذوي الحاجات الخاصه اللي عندهم مواهب وتتبنوها من كل قلبكم. يعطيك الف عافيه. بدي احييك. بونجور بيير. بونجور بيير. انت بطلنا اليوم بالحلقه اكيد. مع مسيو الي. يلا راجع لعندك، بس خليني مسيو الي اول شيء اهلا وسهلا فيك، رحبنا فيك. بدي اسالك كيف تعرفت على بيير وكيف اكتشفت الموهبه اللي عنده؟ ايه نحن تقريبا مش 3 سنين كان عندنا عم نحضر لاحتفال بمناسبه شهر الفرنكوفوني. بقى فتنا على التياتر بالانستيتيو فرنسي وعم نشوف شو ناقصنا تجهيزات، وهونيك بنلاقي انه في عندنا شاب عم بيرقص بطريقه كثير حلوه، حركات متناسقه، بس اللي بيفاجئ انه عم بيرقص بلا موسيقى. قعدت انا وريما عم نحضره، نطرناه تخلص لانه الرقص كثير حلو. بس خلص نزلنا حكينا معه، وهونيك تفاجئنا انه في موسيقى بس كثير هو موطيها، وتفاجئنا انه هو انسان ما بيسمع. يعني حاطط احساسه كله بهيدا الرقص. واو. بقى قد ما انبسطنا اخذنا رقم التليفون، ونحن بالاكاديميه عندنا كنا بهالوقت بعد ناقصنا كم نوع من الدانس اللي هو بيير اختصاصه، مثل الدانس فولكلوريك والكونتمبورين. بقى شي 6 اشهر مرقوا، كنا حضرنا كل شيء عندنا بالاكاديميه لنجهز لهيدا النوع من الرقص. نتصل ببيير بيجي لعنا، بنحضر نحن وياه البروجرام، بنشوف كيف بده يبلش الرقص، وبنفتح صفين بالاول، بنرجع 4 صفوف، وهلا صاروا 6 صفوف. وتقريبا التلاميذ اللي عندنا هن اعمارهم عم تتراوح بين 7 سنين وال 19 سنه. بقى هيدي كانت بدايتنا مع بيير. شو حلو هيدا. وليه وقع الاختيار على بيير؟ يمكن في كثير مثل بيير بيرقصوا وعندهم ذات، يمكن ذات الحاجه الخاصه. بيير قد ما شفنا نحن عنده شغف بهيدي، عم يعطي من قلبه كل احساسه حاطه بيه بالرقصات، ونحن دغري حتى حسينا انه قلنا ثقه بهيدا الشاب. بقى قلنا ليش لا، وما حسينا انه الاعاقه عم بتوقف من طموحه او طموحنا نحن. بقى وقع بسم الله عليه، يعني عنده حضور وشاب حلو وعجاد بالفعل. اصلا رح تشوفوا ايه الطريقه اللي بيشتغل فيها. يمكن الي ما بعرف اذا بتوافقني الراي، يمكن المشكله عند بيير قيمه اضافيه ساعدته يتحدى حاله اكثر تيعمل هالامور. لا بلا اكيد، لانه هو لو ما اشتغل على حاله، لو ما فرجينا مش هيك، نحن يمكن فضلنا نتعامل مع بيير على طريقه ثقه وعلى طريقه الشغل الحلو عم يطلع منه لبيير. حلو، مشان هيك وقع الاختيار عليه. خلينا بس انا وياك وبيير ورولا نشوف الفيديو الصغير ونرجع بنكفي. هلا بتشوفوا اصلا بالفيديو كيف بيير عم بيشتغل بطريقه طبيعيه بدون ما يعرفوا انه نحن عم نصورهم، وبتشوفوا كيف عم يشتغل معهم على الارض. بنشوف سوا الفيديو. نشوف سوا الفيديو. Thank you.
سؤالي نعيم، انا بدي احييك وحيي فيار عن جد، بيستاهل زقفه فيار اكيد بيستاهل عن جد. فيار كنت رائع. مسئلي نعيم، انت مدير الاكاديميه وبعرف قد ايه عم تتعبوا مع الشباب والصبايا. وبعرف عم توصلوا معهم لنتيجه لانه هن موضوع قابل كمان. ايه صبايا، مين قصدك صبايا اللي عم يشتغلوا ولا اللي عم بيعلموا؟ الاثنين سوا. الاثنين سوا. بس انا يعني اللي بدي اشوف شو مشاريعكم المستقبليه مع بيير. مع بيير هلا في عندنا كثير مشاريع، بس نحن قبل ما شوف شو في عندنا مستقبل اخي، نحن اخر احتفال كان معنا بيير شارك بالفيدرال ميوزيك ب 21 حزيران الماضي. حلو. والصبايا قدموا شو رائع، مع انه ما كانوا محضرين لنا تياتر، على الارض اشتغلوا وبيير كان حاضر معهم بكل لحظه. هلا مستقبليا رح نفتح صفوف للاكبر شوي، لانه في كثير طلب على هذا النوع من الرقص. وفي شيء يعني رح اقول لكم نحن وين رح نعمل مستقبليا، رح عنا احتفال بدبي ان الله راد، بس مش رح فينا نحكي اكثر من هيدي هلا. اوكي. مع بيير ومع غيره. بس انا اسمحوا لي اقول انه يمكن بيير الطريقه اللي عم ترقص فيها يمكن قد ايه بيعبر بجسمه وعنده هالاحساس الكثير عالي. صح. اقوى بكثير من اشخاص ما عندها اعاقه. صح. وما بتعرف تعبر بس تسمع الموسيقى بالطريقه اللي عم ترقص فيها، فعن جد. صح. يمكن شفنا مقطع صغير وبعد اكيد عندك مواهب احلى واكبر، فعن جد بتكبر القلب. بيير انا معروله بدي اقول لك عن جد بتكبر القلب، بس بدي اعرف منك قد ايه صار لك بترقص من زمان، قد ايه صار لك لحد هلا بترقص، كم سنه؟ انت عم تسالني كم سنه؟ ايه نعم. عمري اول عمري 11 او 12 سنه. حلو. من عمر 11 سنه ما كان بيسمع وما بحكي، مشان لحديث ل 13 سنه، انه وصل عمري 18 صار مستوى عم اشتغل لحالي، مش هي منه هين. رائع. انه سابق الطريق يعني 7 سنين شغل على حالك. ايه. نعم. شيء مهم لانه في احساس من جسدية. نعم. من ما رقص شو ما كان انه يعني عم بيحاول هو يشتغل باحساس كله وجسده كله عم بيشتغل وعم بيشتغل لوحده. صح. هيدا الشيء شفناه على عن جد رائع يا بيير، رائع. بيير بالنهار الواحد كم ساعة بتتمرن؟ ترقص؟ كم ساعة عم برقص؟ في 4 ساعات. اوه. عم اشتغل حالي 4 ساعات. في 4 ساعات. هول تمرين شخصي انت بتعملهم لحالك. نعم. غير الاشياء اللي بتمرنها وكمان وصديقا بتعطي الصف معلم الرقص صبايا. يعني غير الاربع ساعات اللي بيتمرن هو، بس يروح يعلم الصف بكون عنده ساعتين ساعتين ونص كمان شغال، يعني بيطلعون شي 6 ساعات بالنهار. اوه 6 7 ساعات بالنهار الواحد. نعم. كل يوم. نعم. برافو بيير، رائع. نعم. رائع. نعم. عن جد يعني هالموهبة مثل ما قلنا هالنجاح وتقاطع الموهبة مع الأكاديمية الرائعة، الله يبارك فيكم. بيير لبعدين، بيير شو مفكر يعمل؟ حقق طموحه بيير؟ هذا اللي بحبه، هذا الشغف للرقص وللموسيقى، بتلاقي حالك هون حققت طموحك، شو بتفكر لبعدين؟ يعني لوين رايح؟ لوين؟ شو بتفكر؟ إن شاء الله هاي السنة قريبة إن شاء الله. ما لح أقول بس أسرع أسي، بس إن شاء الله هاي السنة 2016 في أشياء جديدة حلوة إن شاء الله. يعني عم بحضر أشياء بال 2016 وإن شاء الله تكون حلوة. أكيد حلوة إن شاء الله يا بيير، إن شاء الله تحمل لك كثير من النجاح. بس إلي بدي كلمة من حضرتك. نعم. كلمة لبيير، للأكاديمية، للناس اللي عم يسمعونا، عم نشوف قدامنا عن جد نماذج رائعة من هالعطاءات والمواهب الكتير رائعة. للحقيقة نحن وقت تعرفنا على بيير، بيير كان هو شيء زيادة، شيء أنكور للأكاديمية عنا. مش نحن اللي قدمنا له الفرصة، بالعكس هو اللي عطى من 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 شغله، عطى من إحساسه. وأنا بدي شجع كل اللي عنده زيت الحالة إنه إذا اشتغلوا مثل ما بيير هو أصر يشتغل لحاله ويشتغل كتير وكل يوم يتمرن على شيء بده يحققه لحتى يقدر يوصل لهالدرجات اللي هو عم يوصل عليها. حلو.
بدي اسالك على صعوبات بيير بالتواصل مع الاخرين. بالمبدا يمكن اول مره بيجوا التلاميذ اول صف بياخذوه مع بيير بيلاقوا شوي صعوبه وبيستغربوا انه مش عم بيقدر يتواصل معه، بس بيير بسبب مشاركته بالصف ما بيقعد على جنب بيير، دائما منخرط، دائما منخرط بيتفاعل معه بحركات جسمه وبحركات الراس اللي بيقدمها ببطل فيها الصعوبه. ما في لغه الجسد كمان، لغه الجسد بقى التلاميذ ما عندهم ولا اي مشكله، لانه بيير بيمشي بالصف وهن بيمشوا وبينسوا وقت بيسمعوا الموسيقى بينسوا كل شيء حواليهم. طبعا حلو. بيير خبرني انت كيف تتواصل معهم للتلاميذ، كيف بتوصلهم المساج اللي بدك توصله، الرسالة كيف بتوصلهم؟ يعني بتلاقي صعوبة بهن يتجاوبوا معك؟ نعم، أول صعوبة تعرفنا مع السباية حلوة، لأنه كيف الطريق أنا ما بسمع بدي أحكي مع السباية، إنه جلبت أحكي مع السباية، السباية يفهم إنه بيكمل وقت ما بتوقف. حلو. ما بعرف انه انا مشتغل حالي انت اكزيجام، انت متطلب معه بدهم اياهم يشتغلوا مثلك انت. نعم. حلو حلو بيير حلو. وكمان مش بس حكي، هو عم يسألك كيف بتحكي معه، كيف بتتواصل معه. بس كمان اوقات مسألة الصبايا انت بتفهمون او ما بتفهمون، ما بيستحوا انه حقيقة الا الجواب بدي اعرف شو يعني. هلا وصلنا، هلا نحن وصلنا صار مستوى مش مثل قبل، قبل صعب كثير عم اشتغل حديث مع الصبايا حلوين، مش هيدا ميسي الا حياة. الله يقويك يا بيير، انا بدي احييك وميرسي لحضورك، ميرسي لحضورك مسي الي. يا هلا، نعم. بدي احيي مدام ريما من خلالك والاكاديمي، ويعطيكم الف عافيه على المجهود اللي عم تعملوه. ميرسي رولا، ميرسي لك دكتور، ميرسي لضيوفك عن جد، هيك زرعت لنا بسمه كثير حلوه وامل دائما بس نشوف اشخاص مثل بيير. عن جد ثانك يو وجود لك. ميرسي عن جد انه موجود التسويق جمهورنا بشوف نحن هون، مبسوط بالتصوير اللي عم يكون عنده هون بالاستديو. اكيد لنا الشرف، لنا الشرف تكون موجود معنا، وكمان ميرسي لحضرتك وجودك معنا، يعطيكم الف عافيه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكفي عالم الصباح.